السلام عليكم، معكم رقية الوكيلي، رئيسة جمعية الرفق بالحيوان بتطوان أسوسياسيون أدان. اليوم كنوجه نداء ديالي لساكنة تطوان ولساكنة المغرب كامل، لأن عندي واحد الظرف هي خاصة، اللي هي عندي ملجأ الحيوانات اللي فيه تقريبا دابا 150 حيوان في بنقريش، خارج على المدينة بواحد 10 كيلومتر. وعندي مشاكل مع الجيران لان كيتشكاو من مشكل الصداع ومن مشكل النسمه. لهذا الموضوع هذا انا ما كنهربش منه، وانا عارفه يعني الله يكون في العون الصداع ديال الحيوانات التجراب الاخص. ومن ناحيه النسمه حتى هي يعني اكيد غتكون كتوصل لهم النسمه. فانا يعني هذه مده، هذه طلعه في 3 سنين، وانا كنطلب من السلطات انهم يقدروا يعطيونا شي مكان اللي نقدروا نقويو فيه هاد الحيوانات، لان هاد الحيوانات هادو انا ماشي عندي ملجا كما كاين بعض الملاجئ اللي كيبيعوا يشرو فيهم الحيوانات. لا، انا هادوك حيوانات اللي هما هزيتهم من الشارع، كاين اللي عندهم ظروف صعبة أنهم مساكن ما كيقدروش يخلفوا، عندهم إعاقة، كاين اللي مسكين عوار، كاين قطوط اللي هما عوار، كاين اللي هما عنده شي يد أو شي رجل ناقص. فهذوك الحيوانات أنا كنظن ماشي أنا بوحدي مسؤولة عليهم، هادشي خصنا نكونوا كاملين مسؤولين عليهم. وحاليا انا هذه طالعه في 6 شهور، وحنا كنفتشوا على شي مطاع باش نهزوا هاد الحيوانات نديوهم، يا اما كنجبر مطاع قريب من الساكنه عاود نفس المشكل، يا اما كنجبر الكرا مثلا شي تامه اللي ما نقيتش عليه، يا اما كنجبر صغير، يا اما كل مره كيفاش كتجبر الظرف. فانا حاليا تقريبا جبرت واحد المطاع اللي هو شويه صغير على المطاع اللي انا فيه حاليا، ولكن ما عنديش اختيار تاني، لان عيت كنستنى الوعود، والوعود طلع في 3 سنين هذه، وكل مره احنا غادي نعطيوك شي قطعه الارض، غادي نعطيوك شي مطاع، ولكن الوعود ما كتحلش المشاكل لا ديالي ولا نديك الساكنه اللي هما تما ولا نديك الحيوانات اللي هما مساكن ما عندهم حتى شي ذنب. فانا كنظن كنعمل واحد الدور، هو انني كنخوي بعض الحيوانات تخوى من بعض الحوم، ماشي حيتاش هزيناهم حيتاش صحاحين غير هزيتهم، وكان انما عندهم اعاقه اللي هما ناس بيدهم عيطوا لي عليهم باش نهزهم، لان عزوا عليهم في ديك الحاله ما كيقدرش مثلا جرو عنده جوج الاطراف ناقصين، كيفاش انه غادي يقدر يفتش على لقمه العيش ديالو اليوميه. فحنايا اذا كنا غادي نشوفوا من منظور ديال الانسانيه، من منظور ديال الرحمه، من المنظور اللي سيدي ربي وصلنا على هاد الحيوانات، فيستحيل ان احنا نشوفوا هاد الحيوانات محتاجيننا او محتاجين الدعم ديالنا، او محتاجين نوقفوا معهم ما نوقفوش معهم. راه الانسان اللي ما يوقفش مع الحيوان ما يوقفش حتى مع اخاه المسلم او الجار او لا. فانا بالنسبه لي واحد الانسانه اللي هي كان دائما كنحب اللي هي واحد الحاجه اسمها الانسانيه او اسم الرحمه، بدون بغض النظر قبل ما ندخلوا في المواضيع الدينيه، لان المواضيع الدينيه راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي غزوه وجبر جروه كترطع ولاده، فحرف مسار الجيش كامل باش ما يمولست راشي. فكيفاش انا غادي نقول انا غادي نسبب من واحد الحيوان في القتيله، اولا باش نعيط نشي جهه مسؤوله نقول لهم اجيو حيدوا علينا هذا الجرى. اذا كانوا فعلا جرى كياديو او الناس كتخاف على اولادهم او كتخاف على شي حاجه، فاحنا ما غنلتجؤوش لواحد الحاجه اللي هي قال سيدنا. هو قال سيدنا هاد الحيوانات، خرج قرار في 2019 ان هاد الحيوانات يتهزوا ويتعقموا ويتلقحوا ويتقولوا ملاجئ. فاحنا كنطعنوا في الهضرة سيدنا، ما كان يعني كنطلبوا بالهضرة سيدنا تكمل. اذا كانوا الجماعات او الناس اللي هما مسؤولين على هذا الموضوع هذا ما عندهمش امكانيات او ما كاينش ميزانيه تخرج من هذا الموضوع، فهذا فاحنا كجمعيات، وحكم ان عندنا لي كونتاكت مع بزاف ديال الناس على برا، وعندنا كونتاكت مع بزاف ديال الاسوسياسيون على برا، فهما خصهم يعاونوا ودائما حاضرين يعاونوا، ولكن خص يكون واحد اتفاقيه، واحد ستوب، ما نبقاوش نقتلوا،
والحمد لله يعني المغرب عامر باراضي، هاد الاحباس، هاد المياه والغابات، كاين اراضي، كاين اراضي قويين، علاش ما نستعملوهمش؟ علاش ما كيتعطاوش الاراضي للجمعيات والجمعيه تدافع باش تبني؟ هي الدافع باش تبني، عطيها واحد المهله عام مثلا او لا عام ونص ولا عامين، وتشوفها اذا مشيتي طللتي من دابا 6 شهور وشفتي البني ماشي، فيعني هاد الجمعيه كتعمل واحد المجهود، اذا شفتيها ما كتعمل والو فمن حقك تحيد هذيك ارض الدوله، ولكن ماشي ان احنا خصنا نعدلو ولكن ما كنعدلو والو، ونستناو حتى تشيط الميزانيه. فوقاش غتشيط هاد الميزانيه؟ فوقاش؟ اذا كانت 3 سنين د الوعود وحنا غنعملو، حنا غنعطيوك ارض وحنا غنعملو وحنا غنفعلو، باقي ما شفت منا والو. انا حتى الماكله دجره يعني كيعاونوني جمعيه من على برا، ما كيعرفوني شكون انا، ما كيعرفوني فين انا. هادوك الحيوانات اللي هما عندهم عندي في الجمعيه يعني ماشي حيوانات ديالهم يعني د بلادهم، وكيعاونوا. هذه هي الانسانيه. سمعت اليوم واحد المقال، واحد السيده قالت لك هادوك هما اللي كيقولوا عليهم ولاد سيدنا عيسى، وحنا علاش ما نعاونوش؟ علاش معظم الناس كتقول لك انا نعاون الانسان ما نعاونش الحيوان؟ نعاونوا الانسان ونعاونوا الحيوان. الانسان غادي يقدر انه يكون كيكذب مثلا، يقدر يكون انه طمعان، ولكن الحيوان ما غيطمعش. الحيوان اذا كان محتاج محتاج، ما محتاجش ما محتاجش، عيب وعار. حيوان قدامك في الحومه بالجوع ولا بالعطش وما تخرجلوش الماكله، عيب وعار ان واحد الحيوان ضرباتو طوموبيل. بحال كيما كنشوفو انا اللي كنستغرب هو انا بعض المرات يعني كيعيطوا لنا على شي قط ضرباتو طوموبيل، فالقطوط معروف عليهم ان كتكون ماشي بالطوموبيل كيخرج القط كيجري وكتضربو بلا يعني بواحد السرعه ما كدركش الحصار. ولكن ملي كنمشي وكنجبر جرو تبارك الله فيه علين 30 كيلو خرج لك في وسط الطريق بشويه، وبعض المرات في وسط المدينه، يعني شنو المعنى ان ضربتي جرو في وسط المدينه؟ يعني ماشي في واحد السرعه فائقه، يعني عايل صغير غتضربو وكتجبر ديك الجرو، يعني الوزن ديالو والحجم ديالو كثر من عايل صغير، وضربو وزاد وخلاه مسيب. الدود كنهزهم بالدود بعض المرات مساكن، ونهزهم ونديهم ونغامر براسي، كنمشي كنشبر الطريق طنجة في الخمسة ستة الصباح، ونديهم ونمشي نهز ديك الحيوان واش فيه السعر ولا ما فيهش السعر. وفي الاخر هاد المطاف كامل 4 سنين دابا وانا في هادشي هذا، يقول لك غنخرجوهم. ني غتخرجوهم؟ ني غتخرجوهم؟ كاين شي حياه احسن من الحياه اللي حنا عاطين لهم داخل ملجا؟ فانا ماشي رافضه انني نخرج، ولكن انا طالبه حل، طالبه محسنين. اذا عنده شي واحد شي موطع ما كيستعملوش او لا نقدروا، دابا انا قلت عن تقريبا شفت واحد الموطع ولكن صغير بزاف، ارض كبيره كاينه، الارض نلكره بالشهر، ارض كبيره ولكن كاين واحد الكوري مبني، واحد الكوري مثلا خصو يتسقف، نقدروا نزيدوا كوري اخر، يعني خص البني. دابا انا ها انا جبرت الحل، يعني رغم ان هادشي كامل ما جبر لي حد الحل، جبرته لراسي، عليت على يدي وخرجت نفتش على الكره وجبرت الكره، ولكن ما عنديش امكانيات انني باش غادي نصلح ونعدل. ف كناشد المحسنين، كناشد القلوب الرحيمه، اذا نقدر نجبر شكون يعاوني في هذا الموضوع هذا، لان حتى انا ما كنطلب شي ماديات، حتى الناس اللي عندهم بني، عندهم لاجور، عندهم كرياج، عندهم سيما، عندهم يقدروا يعملوا واحد يد معاونه، فغيكون شان نقول لكم غتكون هي صدقه جاريه، صدقه جاريه. شكرا بريستيتوان على الدعم ديالكم الدائم معنا، وشكرا.